تحتوي السبانخ على كميات كبيرة جدا من الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين اي التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة. كما تعد السبانخ غنية بفيتامين ألف وهو مهم لسلامة ونمو الجنين. وتعد السبانخ غنية بحمض الفوليك الذي يمنع الإجهاض أثناء الحمل. كما تحتوي على كمية كبيرة من الحديد وتحمي الحامل من الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. يساعد تناول السبانخ في تقليل فرص الإصابة بالإجهاض إذا لم يتم تناول كمية كافية من حمض الفوليك، خصوصا أن السبانخ غنية بحمض الفوليك الذي يحمي من تشوهات الأنبوب العصبي في الشهور الثلاثة الأولى. تساعد تناول السبانخ في تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب والتوتر والقلق عند الحامل، إلا أن السبانخ قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، لذلك يجب تناول السبانخ بكميات محدودة. إن السبانخ غنية بالكالسيوم يساعد في النمو القوي للأسنان والعظام، وهو مصدر ممتاز للبيتا كاروتين. كما يلعب فيتامين ألف في السبانخ دورا مهما في نمو رئة الجنين. إن تناول السبانخ أثناء الحمل يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية، حيث تحتوي السبانخ على النترات والبوتاسيوم ما يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم. إن زيادة الوزن خلال الحمل يؤثر على العظام والعضلات، يساعد تناول السبانخ أثناء الحمل على تخفيف آلام الحمل، فهو يحتوي على جليكوجيبيد وهو عامل مضاد للالتهابات ويوفر الراحة من الأوجاع والآلام أثناء الحمل. كما يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسبانخ إلى العديد من الآثار الجانبية المزعجة أثناء الحمل. إن السبانخ غنية بحمض الأكساليك الذي يعيق عملية امتصاص المعادن، لذلك فإن الاستهلاك الزائد للسبانخ أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى نقص المعادن، ويمكن أن يؤثر ذلك على صحة الحامل والنمو الصحي للطفل. إن الألياف الموجودة في السبانخ تساعد على علاج الإمساك، مع ذلك فإن الإفراط في تناول السبانخ أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ وتشنجات البطن، ومن الممكن أن يسبب الإسهال وتقلصات الرحم.